تعد مسألة حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة لما يترتب عليها من أضرار مادية وبشرية وغير ذلك. فمن يتحمل الأضرار المادية الناجمة عن حوادث السير؟ وماذا لو أدى الحادث إلى وفاة شخص أو أكثر؟ وماذا لو حمل شخص آخر على دراجته أو سيارته ما يسمى بالتقطيع، ثم يحصل حادث وقد يؤدي هذا الحادث إلى إصابة الراكب الذي معه؟ فهل يتحمل السائق المسؤولية وعليه تعويض في هذه الحالة؟ انتظرونا يوم السبت في برنامجكم درهم ودينار حتى نتعرف على الأحكام المالية والضمانات المترتبة على حوادث السير في الشريعة الإسلامية.